السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بدايتكم الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم اليوم بجلتش جديد، صراحه الجلتش هذا مره رهيب، جايب لكم احدث اصدار. اتمنى اي شخص يجرب الجلتش يرسل لي في التعليقات كم اعطاله لفيل. في البدايه نضغط مربع ونروح الى رمز الجزيره، هذا رمز الجزيره الظاهر امامكم. طيب اول ما هيبدا الجيم هيجيبنا هنا، لو تلاحظوا معانا اليوم الاصدار الجديد اللي هو الاصدار الـ60، حاولوا تلحقوا عليه سريع سريع قبل ما اللعبه تحذفه. اذا انت جيت دخلت تسوي الجليتش وما ظبط معك، تعرف انه اللعبه حذفته، فحاول تنتظر الاصدار الجديد، لان كل مره انا بنزل الاصدار الجديد اول باول، تمام؟ طيب في البدايه تيجي هنا وتلم من هذا الذهب 300، حاول تبعد شويه عشان تقدر تلم الذهب، لانك اذا قربت كل شويه يضغط على زر ادعم مبدعا وما تقدر تاخذ الذهب. طيب مجرد انه يتلم معك 300 من الذهب تيجي هنا وتدخل الريفت. هيلاحظوا معايا لانه الجليتش اليوم معقد شويه، تمام؟ ثواني خلينا ناخذ هذا. طيب تيجي عند الالوان هذه، شايفينها؟ هذه الالوان تبني هنا 1 2 3، بعدين تحط ارضيه وتلف يسار وتحط ارضيه، يعني عندك هنا 3 درجات، وبعدين ارضيه 1 2 3، بعدين تبني 1 2 3، بعدين تحط ارضيه، بعدين توقف هنا وترقص اي رقصه، بعد كده تضغط على هذا ضغطه طويله مربع، تمام؟ بعدين تلف يسار وتبني هنا 1 2 3، وبعدين تحط ارضيه وتطلع هنا وترقص، بعدين تبني 1 2 3، بعدين تحط ارضيه وترقص. مجرد انك ترقص اخر مره حيعطيك البطاقه هذه، تمام؟ هيلاحظوا معايا. ثواني. لا ما خلينا ننزل كده وخلاص. هيلاحظوا تيجي عند الخزنه هنا. تضغط ضغطه طويله مربع. هيبدأ يشتغل معاك الاكس بي. شايفين؟ في بعض الناس حيجي يضغط البطاقة حيعطي له 100,000 و100 وشوية، وبعضهم لا، حيجي يظل يزداد معاه لين ما يوصلك 100,000. هذا الماب معروف يعني، يقعد الاكس بي شغال على طول وما يقفل، يعني حاول لما تيجي تسويه ادخل انت واصحابك عشان يقعد يزيد اكس بي براحته وانت تقعد تلعب. ان شاء الله يكون الجلتش عجبكم، وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد، وحاولوا تلحقوا عليه سريع سريع قبل ما ينحذف. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود لايك شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.